سألتك عن سبل تمويل هذا الورش. هذا الورش قانون الإطار وضع له تصورا اساسيا للتمويل. التمويل يجب اولا يبدأ على الشراكات، وبالتالي الشراكات ديال المؤمن لهم المستفيدين غادي يمول جزء كبير من هذا من هذا من هذا النظام ديال التغطيه الصحيه. ويمكن نتحدث لك على ان الشراكات اليوم كنتحدثوا على استفاده 3 مليون من المواطنين والمواطنات من فئه غير الاجراء وذوي الحقوق ديالهم من نظام التامين الصحي الاجباري على المرض. طبعا كنقصدوا بهم الاشخاص الخاضعين لنظام المساعده المهنيه الموحده، كذلك التجار والصناع التقليديون اللي كيمسكوا محاسبه، وكذلك فئه المقاولين الذاتيين واللي بطبيعه الحال تمكنوا ابتداء من هذا الشهر الجاري اي ديسمبر 2021 تمكنوا من الدخول الى هذا النظام عبر اتفاقيه شراكه بين وزاره الماليه وكالسلطه الحكوميه المكلفه بالماليه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هاد الاشخاص غادي يبداو يخلصوا المساهمات ديالهم اللي خرجت في قانون في مرسوم الذي ينظم هذه التعويضات وهذه الاستحقاقات، وغادي يبداو كذلك يستفيدون من المساهمات ابتداء من فاتح ديسمبر المقبل، ويمكن يستفيدوا من التعويضات ابتداء من فاتح يناير المقبل. كنعني التجار الصناع التقليديون وكذلك المقاولون الذاتيون. طبعا هذا التطور وهذا الانخراط هذا كيتسمى في نظام التمويل كيتسمى التمويل الذي يقوم به المساهمون، لان النظام هذا النظام مبني على الاشتراك وعلى قاعده الاشتراك. ولكن بالمقابل هناك نظام اخر للتمويل تصوره قانون الاطار وتم تفعيله من طرف الحكومه في مشروع قانون الماليه، حيث ان الدوله او الحكومه تخصص اعتمادات ماليه لهذه الصناديق عبر مساهمه من الدوله في هذه الصناديق لضمان تنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه. بالتالي وسيلتين للتمويل، وسيله اولى هي الاشتراك من المنخرطين، ووسيله اخرى هي مساهمات الدوله.